السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هند أحمد من صفحة نوتزون. النهاردة هتكون المحاضرة عن الانترفيس الخاص ببرنامج الأفتر. أنا مسطبة أفتر إفكت 2017. هو كويس، ممكن تسطبه برضو 2014، النسخة بتاعته كويسة. احنا ممكن نعتبر المحاضرة دي محاضرة تمهيدية لفيما بعد، علشان بس اللي ما عندوش اي خلفية خالص عن البرنامج. فانا هشرح المرة دي الانترفيس، وبعد كده هبتدي اشرح ايه محاضرات معينة كده. في البداية عايزين نعرف مكونات الواجهة عندنا. ممكن نقول ان هي بتتكون من 4 مكونات رئيسية، الجزء على الشمال ده، واللي في النص، والجزء ده تحت، اللي تحت ده كله، والجزء اللي على اليمين. هو الجزء على اليمين ده على فكرة هو ممكن نعتبروش أساسي قوي، إن احنا ممكن نشيل الحاجات دي كلها، وممكن برضو نحطها لو احنا حابين، بس في الغالب بتبقى موجودة يعني. طيب نبتدي منين؟ نبتدي بالجزء اللي على الشمال ده، مكتوب عليه بروجكت. الجزء ده كله، البوكس ده، احنا بنسميه المكان الخاص بالعمل اللي بنحط فيه ملفات العمل، بيسموه ورك اكسبلورر. طيب هنا احنا بنحط ملفات العمل، يعني بنعملها امبورت. يفضل قبل ما اعمل امبورت اعمل تنظيم الملفات دي ازاي؟ عن طريق ان انا هعمل فولدرات، كأني مثلا على ماي كمبيوتر بتاعي وبعمل فولدرات تنظيمية، وبحط جوه كل فولدر نوع معين من الملفات. طيب لو جينا هنا هنقول create a new folder، ممكن اسميه الفولدر ده فوتوس، ممكن اعمل فولدر تاني اسميه فيديو، هيحط فيه ملفات الفيديو، فولدر كمان اسميه اوديو، فولدر كمان اسميه AI اختصار ملفات الالستريتور، وفولدر كمان BSD. حط بقى زي ما عاوزة، ممكن طبعا يكون اكتر من كده بكتير، بس انا عملتهم حاليا 5 مثلا. طيب تمام، هعمل بقى ازاي امبورت لاي ملف من الملفات؟ ممكن بكذا طريقة. ممكن ادوس دبل كليك هنا في المكان الفاضي اللي هنا، زي ما عملت دبل كليك كده كده انا هعمل امبورت. طبعا ممكن اجيب ملف صوت، ملف صورة، صوت او صورة، فيديوهات، ملف فوتوشوب، ملف الستريتور. تمام. طيب ممكن ادخل هنا كده احدد الصورة دي. لو نلاحظ هنا ظهر لي PNG sequence، المقصود بها ايه؟ طبعا هي في الغالب مش هتبقى متعلم عليها. هنا لو دوست عليها وقلت امبورت هيعمل ايه؟ امبورت للصورة دي بس. طيب لو حددت PNG sequence ودوست على امبورت هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيجيب لي الصور دي كلها. طب نجرب، ندوس على امبورت، جابها لي كلها كأنها مثلا في شكل ايه؟ مضغوط. لو دوست دبل كليك عليها ظهرت لي هنا. طب ده معنى كده ايه؟ معنى كده ان الجزء اللي في النص ده هو البريفيو الخاص بملفات العمل. هنا ملفات العمل بتاعتي لو دوست عليها تظهر هنا، ده البريفيو. لو دوست كده، حاولت اشغل كده، ده يعتبر فيديو. ممكن احطه هنا في الفيديو على اعتبار انه ايه؟ في حركة. طيب ممكن ادوس دبل كليك تاني وارجع، دي مثلا صورة، وادوس عليها امبورت. ممكن احطها فين؟ في الفوتوس. ادوس دبل كليك تاني. طب نفترض
انا عايزه عندي الملف ده اللي هو اسمه مين، سوري الفولدر ده اللي اسمه مين، وانا عايزه اخده كله، يعني مش عايزه ايه اقعد اخد منه صوره صوره، او يعني نفترض هو فيه صور وملفات كتير انا عاوزاها، دوس على امبورت فولدر على طول هيجيلي الفولدر كله بالصور اللي فيه. طيب تمام، انا ممكن كمان ادوس من هنا فايل امبورت فايل، دي طريقة تانية. تمام خلصنا كده من الجزء ده، مفهوش حاجة يعني. طبعا انا لو حبيت احذف هنا مثلا ده الفولدر ده، دوس على ده اللي هي السلة دي واحذفه عادي، سواء ملف او ايه فولدر عادي. هنا في البحث بتاعه السيرش. إيه طيب، انا دلوقتي لو عندي ملفات كتيرة جدا هنا، ممكن تكون في اسماء كتيرة متشابهة، وحبيت ادور على يعني بدل ما اقعد بقى كل شوية ادوس هنا وادوس يبقى في جوه فولدر كمان او ملفات كتيرة واقعد ادور في ده كله، ممكن اكتب هنا مثلا مين لو انا عندي مثلا ملفات كتيرة بدل ما اقعد ادور عليها، ادوس هنا ايه واجيبها زي ما انا عاوزة في السيرش. طيب زي ما قلنا هنا الجزء ده خاص بالايه بالبريفيو. طيب نقفل ده كده. إيه قبل ما اعمل اي حاجة مكتوب هنا ايه، هنلاحظ الجزء ده مكتوب فيه composition num. يعني ايه معنى كده؟ ان هنا مفيش composition. عارفين كده لما اللي بيشتغل مثلا على الفوتوشوب لما بيجي يعمل مثلا اي تصميم ما، لازم يعمل مثلا بروجكت جديد او فايل جديد. تمام، احنا ممكن هنا نسميه مسمى تاني اللي هو كومبوزيشن. كومبوزيشن دي اللي هو احط فيها كل ايه الليارات بتاعتي. تمام طيب، عشان اعمل كومبوزيشن جديد هقول له كومبوزيشن نيو كومبوزيشن. تمام، والاختصار بتاعها كنترول ان. طبعا ده كده الاسم بتاعها. بريسيت طبعا اللي هو السايز بتاعها. طبعا لو هنا قفلت اللوك كده لو حاولت اكبر او صغر لازم ايه اكبر او صغر بايه بنسب معينة بحيث ان الاتنين يبقى مرتبطين ببعض. لو شلت كده اكبر في ده لوحده واصغر في ده لوحده. البريسيت ممكن اختار اي يعني مساحة معينة وادس في هايت معين. انا عاملاه هنا ال HDTV 720 اللي هو 1200 × 720. ممكن اختار مثلا ال HDTV 1080. طبعا هنا المساحة دي تعتبر كبيرة جدا، يعني طبعا ممكن تكون مناسبة لما يكون في جهاز امكانياته عالية، ممكن تكون مناسبة في حاجات معينة، بس في الغالب احنا بنستخدم HDTV علشان هتبقى صعبة جدا في الرندر. بعد كده البيكسل اسبيكت ريشيو يفضل ان احنا ما نلعبش فيها قوي علشان لو حاولنا نبوظها يعني او نختار حاجة غير السكوير ممكن الدنيا تبوظ معانا، ممكن نلاقي صور مشوشة، ممكن نلاقي حاجة مش واضحة، فهو افضل حاجة السكوير. فريم ريت طبعا اللي هو فريم ريت اللي هو الثانية هتبقى كام فريم. فانا مكتوب 29، ممكن اخليها 30، ممكن اخلي الثانية 50 فريم، ممكن اخليها 25 فريم حسب ما انا عاوزة. ديوريشن الوقت بتاعي، وقت الايه الفيديو مثلا انا عاوزة الوقت الفيديو كله يبقى قد ايه، او وقت الكومبو نفسه، وقت الكومبو نفسه دي هتبقى قد ايه. هنا 10 مقصود بيه 10 فريمات، ده كده مكتوب طبعا 0 0 كتير قوي. اول واحدة خاصة بالفريمات، تاني واحدة خاصة بالثواني. مكتوب هنا طبعا 10 فريمات، لو انا خليتها 0 كده وعملت هنا 10 كده معناها 10 ثواني واقول له اوكي. كده انا عملت كومب جديدة اسمها مين. تمام طيب، الجزء ده خاص بايه اللي تحت ده.
هو يعتبر مكون من جزئين، الجزء ده بحط فيه الليارات وده الخط الزمني اللي هو التايم لاين اللي عن طريقه بعمل بقى ايه الحركة الانيميشن بتاعي. طيب لو دوست كليك يمين كده وقلت له نيو، دي تعتبر الليارات بتاعتي اللي انا ممكن انشأ في لير من نوع تكست، في لير سوليد اللي هي بتبقى كالون، في اضاءة لايت، في كاميرا، وفي نال اوبجكت وشيب وادجستمنت. انا مش هشرح كل واحدة دلوقتي، بس فيما بعد لما نعمل مشاريع في الدروس يعني هنعرف الليرات دي خاصة بايه. ممكن مثلا اعمل دلوقتي سوليد، ممكن برضو اديها اسم، ممكن اقوله بي جي، استخدمها كخلفية بما انها هتبقى حاجة سادة، وأديلها مثلا لون معين. واقول له اوكي ميك كومبوسايز. نخلي بالنا منها دي، هو مكتوب هنا الويدث 1280 في الهايت اللي هو 720، اللي هو جاب لي بنفس مساحة الكومب. طبعا لو جاب لي مساحة غير كده، نفترض انا عاوزة نفس مساحة الكومب، بدل ما اقعد اكتب ممكن ادوس على ميك كومب سايز. لو هو مش جايب الاعدادات بالظبط، مش جايب نفس الحجم بتاع الكومب، اقول له اوكي. دي كده تعتبر لير جديدة. ده بقى الجزء الخاص بالتايم لاين. هو مكتوب هنا 1 2 3 لحد 10، اللي هم 10 ثواني ان احنا ايه انشأناهم من شوية. ده خاص بالزوم. واحنا عملنا كده، كده بيعمل ايه؟ كده بيعمل زوم. يعني كده مكتوب هنا مثلا 0 اف فريم، هنا 5 فريم، 10 فريم. احيانا بحتاج ان انا اعمل زوم. نخلي بالنا من الرموز دي، احنا ممكن نحتاجها فيما بعد. لو انا دوست هنا، هنا هيزود لي اوبشنز. لو شلت دي هي، لو شلت دي هيقلل ايه من الاوبشنز اللي موجودة هنا. ممكن عن طريق اف ايه 4. طيب ايه بقى الجزء ده؟ الحاجات دي اسمها بانلز، الحاجات دي اسمها بانلز. انا بجيبها لو هي مش موجودة عندي هنا، بجيبها من ويندو واختار البانل اللي انا عاوزاها او محتاجاها. طيب احنا ممكن نشيل دي، لو انا ايه حابة اشيلها ممكن ادوس كده واقفلها، وادوس على الاوديو واقفلها. نفترض انا عايزة اظبط الانترفيس بتاعتي بحيث كل ما اجي افتحها الاقيها بالشكل اللي انا عاوزاه. طيب نفترض انا مش عايزة بريفيو، انا محتاجة الافكتس. تمام هخليها اللايبرز دي، انا مش عاوزاها اقفلها برضو. طيب انا دلوقتي عشان اظبط الانترفيس بتاعتي هدوس من ويندو هنا كده واختار حاجات بقى اللي انا محتاجاها. ممكن اختار اربك تكست. خلي بالكم اربك تكست ده، خلي انا اشوف انا بعمل ايه. انا بسحبه واحطه في ايه، في المكان، في المكان اللي انا عاوزاه. احطه مثلا هنا في الحتة دي، واروح ساحباه كده بالشكل ده علشان اظبط المساحة بتاعته. يعني انا عاوزاه على قد المكان ده كده بالظبط. خلي بالكم يعني اربج تكست هو عبارة عن سكريبت انا بستخدمه، انه في الغالب الافتر افكت مش بيضاع من عربي. فاي سكريبت عموما هو يعني بيعمل حاجة، بيعمل وظيفة هي أساسا مش موجودة في البرنامج. طيب هنعمل السكريبت ده ازاي او هنجيبه ازاي؟ هنجيب سكريبت عادي من نت او تفر المكان اللي احنا جبناه منه. ندخل على ماي كمبيوتر، السي بروجرام فايلز، ادوب افتر افكت 2017 سبورت. هنروح على سكريبتس و سكريبت يو ال بانلز وهنحطه بيست هنا. ناخده طبعا كوبي ونحطه بيست هنا. في طبعا بلاجنز، احيانا ممكن برضو نحتاج البلاجنز.
ممكن نحطها فين؟ بلوجنز، هنحطها هنا في المكان ده. تمام. طيب حاجة زي الأربك سكريبت ده، الأربك تكست، ممكن هنا استخدمه في الكتابة عربي. اكتب مثلا بسم الله واقول له ابلاي. خلي بالكم انا دلوقتي عملت ايه، عملت لير فيها تكست. طيب تمام، قلنا عايزين نظبط الانترفيس بتاعتنا. هندوس كده من ويندو ونختار كل البانلز اللي انا محتاجاها هنا. ممكن اختار مثلا نطلع كده فوق شوية. انا محتاجة اللاين، اللاين ده ممكن نحطه هنا. اللاين ده اللي هو بيظبط اي اوبجكت هنا عندي، اظبطه مثلا اجيبه يمين كده، اجيبه شمال، اجيبه في النص، وهكذا، اللي هو المحاذاة. في ايه كمان اللي انا محتاجاه ضروري جدا؟ طبعا طبعا على حسب كل مصمم، هو بيجيب الحاجات اللي هو على طول بيستخدمها او بيحتاجها. ممكن اجيب موشن تو مثلا، السكريبت ده احطه هنا. من ويندو برضو ممكن اجيب الريبوزيشن انكور بوينت، بحبه برضو استخدمه، بيظبط الانكور بوينت اللي هو ده. هو طبعا انا ممكن اظبط الانكور بوينت بشكل يدوي او ممكن بسكريبت. الانكور بوينت بتظبط من هنا، اللي هي البان بيهايند تول. إيه لو نفترض دلوقتي هي مش في النص، نفترض ان هي لو دوست عليها كده لقيتها كده او كده. طبعا الاداة دي هي اللي ايه بتخليني احطها في المكان اللي انا عاوزاه عن طريق كنترول. يعني هي بتعمل سناب كده لحد ايه ما تظبط في النص او اليمين شمال كده عن طريق الكنترول. بس نفترض يعني ده هو ده وظيفة السكريبت، هو نفس وظيفة البان باند تول. ادوس هنا في النص اقول له ريبوزيشن، لو جبته كده على الجنب وهكذا هيجيبه في المكان اللي انا عاوزاه على طول. ده السكريبت ده مثلا، واقول له من ويندو برضو تاني، ممكن اختار ايز اند ويز احطه هنا. ويندو في ايه كمان؟ بس نفترض هما دول بس اللي انا محتاجاهم دلوقتي ضروري، ودول اللي انا هستخدمهم على طول. طيب وبعدين هعمل ايه؟ عاوزة كل ما اجي افتح البرنامج يظهر لي الانترفيس بتاعتي دي، اللي هو البانلز دي بالشكل ده. اقوله من ويندو، من ويندو ورك سبيس، هنقوله save as new workspace. ممكن اسميها دي مثلا هند، اقول له اوكي. بس طبعا لو انا حبيت يعني لو انا غيرت عملت اي حاجة هقول له reset هند كده. لو انا مثلا وانا يعني دلوقتي بشتغل لقيتني غيرت في حاجات كتيرة وطلعت ده فوق ونزلت ده تحت وحطيت حاجات جديدة وعايزة ارجعها للافتراضي اللي انا اساسا كنت عاملاه في الاول، اقول له workspace reset hand to save the layout. بس ودي تعتبر طيب الجزء اللي فوق ده انا ما قلتش عنه حاجة سريعا، هو ده عبارة عن شريط ادوات. بالنسبة لشريط الادوات، في احنا عندنا هنا أداة السيليكشن تول اللي هو التحديد نفسها، ان مثلا ايه بحدد اللير نفسها، وهنا أداة الايه الهاند تول كده اللي انا بقدر استخدمها كده في التحريك. في هنا أداة العدسة اللي هي الزوم، والأدوات دي خاصة الأداة دي خاصة الأداة دي خاصة بالكاميرا، ودي الروتيشن. في هنا الريكتانجل تول، دي الاشكال، وفي الغالب استخدمها مثلا في الشيبس او ممكن استخدمها في الماسكس. في هنا عندي بعد كده طبعا دي الكتابة بس، وكده
تعتبر دي الانترفيس بتاعتنا بشكل مختصر. ان شاء الله فيما بعد الحاجات دي هتعرفوها اكتر فيما بعد بالتفصيل. اتمنى يكون الدرس عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.